يهم المشروع الثاني رقم 6218 المحدد بموجبه السير القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، والذي يهدف إلى رفع السن القانونية حيث سيتم رفعها إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف. وأيضا ينص هذا القانون على إمكانية الاحتفاظ، إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.